اهلا وسهلا بكم معنا في قناة كودينج بايبل. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن التو واي بايندينج او ربط البيانات في اتجاهين، وده اخر نوع في ربط البيانات. عشان نستخدمه محتاجين حاجة اسمها NG موديل. NG موديل دي موجودة في موديول اسمه فورمس موديول، ولازم نعمل له امبورت هنا. طبعا هنعمل له امبورت هنا لان احنا شغالين في الاب كومبوننت، والاب كومبوننت هو اللي محتاجه. دلوقتي هنقدر نستخدم NG موديل. الربط بيتم ازاي؟ عن طريق ان احنا مثلا انا هفترض ان انا هربطه بالتايتل، فاحنا هنعمل القوسين دول وكمان القوسين دول، وهنعمل NG موديل. هنكتب هنا مثلا التايتل. لاحظ بقى معايا اللي هيحصل دلوقتي. لاحظ هنا ايه؟ لاحظ ان كلمة library ظهرت هنا، تمام؟ لو انا جيت كتب مثلا اي حاجة، تلاحظ ايه؟ library مثلا وليكن English whatever او AR، تلاحظ ان اللي انا بكتبه هنا بيظهر هنا مباشرة. طيب اللي بيحصل هنا ايه؟ اللي بيحصل هنا ان انت لو عدل اي حاجة في التمبلت الانبوت هنا بيتم تعديلها في الكمبونات، وفي نفس الوقت لو انا جيت بسبب ما عدلت اي حاجة في الكمبونات او عدلت مثلا التايتل في الكمبونات، لازم كمان التعديل يظهر في الانبوت بالطريقة دي. طيب تلاحظ هنا ايه؟ تلاحظ ان احنا مستخدمين القوسين دول اللي احنا استخدمناهم واحنا بنعمل الربط في اتجاه واحد في البايندنج عادي جدا، وفي نفس الوقت استخدمنا القوسين دول اللي استخدمناهم في الايفنت بايندنج اللي احنا شفناهم في الفيديو اللي فات. فهل ده معناه ان انا ممكن افك الانجي موديل دول لحاجتين؟ انا ممكن اشيل القوسين دول. لحد هنا انا رابط بس التايتل، تمام؟ يعني اللي في التمبلت، سوري، اللي في الكومبوننت هيظهر في التمبلت عادي جدا، لكن لو جيت هنا غيرت مش هيحصل اي حاجه تحت. الحاجه الثانيه اللي بتحصل ان احنا بنستخدم حاجه اسمها NG موديل تشينج. NG موديل تشينج، طب دي بنعملها ازاي؟ بنعمل تايتل ايكوال ايفنت، تمام؟ ولو جيت هنا كتبت حاجه هتظهر عادي تحت. طبعا في الفيديو اللي فات انا قلت ان احنا بنكتب القوسين العاديين دول وبنحط فيهم اسم الايفنت عادي جدا، بس ده مش اسم ايفنت احنا متعودين عليه. هل ده معناه ان انا ممكن اعمل ايفنت على مزاجي في الانجولار؟ ممكن، بس طبعا مش ده وقت واحنا نتكلم فيه. زائد انك انت الايفنت المعتاد في الجافا سكريبت بيرجع لك الاوبجكت بتاع HTML كله، بتاع الاوبجكت بتاع HTML تاج. وطبعا هتحتاج تعمل ايفنت دوت تارجت دوت فاليو لو انت هتمسك مثلا الاوبجكت بتاع الانبوت، لكن هنا لا. الميزه في الايفنت اللي انت ممكن تعمله في الانجولار انك انت بتبعت الفاليو على مزاجك اللي انت عايزها، واتيفر بقى فاليو اوبجكت اللي انت عايزها. فبالتالي الايفنت هنا مش هيبقى عباره عن الاوبجكت بتاع الانبوت، هيبقى عباره عن الفاليو اللي انت بتكتبها مباشره جوه الانبوت. فاللي بيحصل بقى ان انت لما بتكتب حاجه هنا، الايفنت ده هو بيشتغل، والانجولار بيبعت لك او بيحط لك الفاليو في الايفنت ده، وانت بتسويها بالتايتل، يعني انت بتعدل قيمه التايتل بالقيمه اللي جوه الايفنت، واللي بتظهر مفترض برده هنا جوه الانجي موديل، واللي بتظهر برضو هنا، تمام؟ دي ايه الفكره. في حاجه بقى لازم تبقى انت فاهمها. مبدا الربط في اتجاهين اللي الانجولر بينفذه يقصد انك انت جوه نفس الاليمنت ده، او بمعنى صح الانبوت ده بيعدل على التايتل، والتايتل لما يتعدل يغير في الانبوت، ما يغيرش في حته ثانيه. يعني التغيير هنا ده ما يعتبرش توي بايندنج. بمعنى في ناس تعمل كالتالي، انا اشيل كل ده خالص، اشيل الانجي موديل خالص. في ناس بتعمل حاجه، بتعمل كده مثلا انبوت، دي حاجه اسمها انبوت فاريبل، هنتكلم عنها بعدين، بس ما تقلقش، دي كل الفكره ان انت الاوبجكت بتاع الانبوت موجود داخل الانبوت ده. مثلا ممكن تسميه زي ما انت عايز، ممكن مثلا تسميه ماي انبوت عادي جدا مش هتفرق. وبيجوا مثلا يستخدموا الانبوت ايفنت، تمام؟ ويقول لك ان التايتل ايكوال ماي انبوت اللي احنا عملناها دي دوت فاليو. طبعا هنا لو انا جيت كتبت حاجه بتظهر تحت عادي جدا، بس ده مش تو واي بايندنج، ده برده يعتبر وان واي بايندنج. ليه؟ لان التو واي بايندنج اللي احنا نقصده ان انا كمان لما اغير هنا، القيمه اللي هنا لازم تبقى ظاهره هنا جوه الانبوت. يعني لازم الربط في اتجاه واحد يكون من الانبوت للتايتل، ومن التايتل الانبوت، مش من التايتل لحاجه ثانيه. المفترض كده المثال ده يكون فاهمك الفرق. هنا اللي بيحصل انك انت بتربط من الانبوت للتايتل، ومن التايتل للاتش 1، ده ما يعتبرش تو واي بايندنج. التو واي بايندنج لازم من الانبوت للتايتل، من التايتل للانبوت، تمام؟ دي الفكره. فانت لازم تبقى انت فاهم الفرق ده، ان في ناس بتبقى فاهمه ان هم كده برضو بالطريقه اللي احنا عملناها دي، هم بيعملوا كده تو واي بايندنج. لا، ده مش تو واي بايندنج. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، واتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو عندك اي سؤال ابعت لنا، وشكرا جزيلا للاستماع.